الدول الديمقراطية كنظم يعني كنصوص دستورية يفرحني، والعدالة الاجتماعية هذه هدفي تسود حق الكل يأنسني، ويا ريت كل إنسان بحريني ينال حقوقه. بس أنا ما أستخدم شعارات ما أقدر أطبقها، ولا أستخدم شعارات ما أقدر حتى أشرحها حق الناس. صحيح. يعني لازم أقول له السيناريو كامل. ما أؤمن ببعض الكتاب وأكفر ببعضه، ولا أتكلم في الشيء بشكل لا تقرب الصلاة. صحيح. لازم المواطن البسيط يشرح له ويفهمه شنو بيصير له، وش بيترتب عليه، وش هي الالتزامات اللي بتلقى عليه. صحيح. يمكن يغير قراره. هو حين عنده ثقة مطلقة فيك، انت اللي تقول له وراك لا، هاي أمانة. تعال قول له ترى لما أسوي كذا بيستوي كذي، لما بحط يترتب عليك التزامات عليك انت. صحيح. هذا الشيء تقول لي سقوط النظام. انت عارف يعني شنو سقوط، ايش ترتب على سقوط النظام مؤدى؟ يعني شنو بتعلن لي عقبها؟ جمهورية إسلامية ولا شنو؟ قول حق الناس ترى أنا ما أرفع شعار ما أعرف شنو تبعاته بعدين. صح. يعني وايد خطورة فيها. يعني اللي مقهور، اللي عنده غضب، اللي عنده مطالب وما تحققت، اللي عنده مطالب وتأخرت، يكرر وراك أي كلام أنت تقوله ترى. صح. لكن أنت قول له في تبعات راح تصير، في فوضى. شوف العراق الحين، هك ثورة ضد الثورة. بالضبط. شوف إيران، ثورة ضد الثورة. شوف تونس، توها ما لحقوا. بالضبط. ثورة ضد الثورة. مصر ليل يمع اللي طافت مليونية بعد. لحد يتهاون بمعنى فراغ السياسي. بالضبط. فراغ السلطة هذه لحد يتهاون فيه ترى. فوضى. فوضى ما بعدها. فوضى ما بعدها. بالضبط. فوضى. بالضبط. يعني إحنا ما نقول النظام ما عنده أخطاء. ولا نقول النظام سوى إصلاحات وبس واكتفى لهني، بس الله حمد ربكم بعد يلا بزين لكم. لا، نقول في أخطاء، ونقول اللي وقع في الأسبوع الماضي لا يغتفر ويجب أن يصحح، وننتبه لأسر الضحايا. ورد مثل ما بديت أنهي، ننتبه لأسر الضحايا أولوية. لكن أنا عندي نظام قدم إصلاحات وخطوات، أنا عدها ثورة بيضاء قياسا بما كنا عليه، قياسا بالمنظومة اللي حوالينا. ترى بقول لك شيء بعد، يعني مع ما يدرون فيه، يعني حطوا اعتبار حق اللي حوالينا. يعني احنا ضمن منظومة لمجلس التعاون. صحيح. بينهم اتفاقيات تعاونية، بينهم اتفاقات أمنية، اتفاقيات عسكرية. أمن البحرين بالنسبة للمملكة العربية السعودية خط أحمر. نعم. يعني هذه لازم نحط في الاعتبار. صحيح. انت تعرف في درجه من التطرف وصلت عند البعض اللي يقول لك انا ابي اكون فدراليه او فدراليه مع مجلس التعاون. في ناس تقول انا بشعر بالامان لما يكون عندي هني ضمن منظومه مجلس التعاون وحده كونفدراليه. لان لا تعتبر البحرين جزيره معزوله ترى. مجلس التعاون ما ينظر لها كجزيره معزوله، ولا هي طنب الصغرى وطنب الكبرى. مع احترامي لطنب الصغرى وطنب الكبرى في الامارات، لكن هذه شعب ودولة. صحيح. وناس نظام وامتداد لهالدول. يعني بقول لك ترى الفزعة اللي صارت من دول مجلس التعاون ما هي بفزعة رسمية. احنا يتياتنا اتصالات من دول الخليج، يعني كويتيين على اماراتيين، يزاهم الله خير على سعوديين، والله يقولون لنا شنو ناقصكم؟ مدرسين؟ شنو ناقصكم؟ ممرضين؟ شنو ناقصكم؟ احنا قلنا لهم حتى الفزعة الرسمية يعني مقدرة. مقدرة طبعا. يعني لكن انا اقول لك الامتداد الخليجي. نعم. ما هو امتداد رسمي بس. بالضبط. مجلس التعاون اللي جاي لاحقا تأكيد وترسيخ على ما هو موجود في الاصل. بالضبط. لكن احنا قلنا لهم شنو، احنا ما مشكورين وما قصرتوا. هل البحرين ترى يعني هل فزعة نفسهم شيعتهم وسنتهم. صحيح. مردنا احنا بنحط يدنا في يد بعض وبنرد نبني ونكمل. يعني احنا يشكرون على هالفزعه ومقدره ومثمنه، ونعرف. نعم. ان احنا وقت الحاجه راح نلقاهم. بالضبط. يعني في ناس قالوا اي وظيفه مهنيه فنيه اللي تبون موجود ترى، يعني بس هاي مو احنا اللي محتاجينه. مشكورين ما قصرتوا. بالضبط. احنا محتاجين البحريني اللي ترك وظيفته يراجع بس شنو بحرين. نعم. شنو وطن. واذا انا عندي مطالب ابي احققها، لكن مو على حساب وطني. وطني اولا، مصالحي انا بتي بعدين. صحيح. اذا اخوك ما فزع لك ترى بيفزع لك الحين.
الصرخة اللي صارت، المسيرة اللي طلعت، أذكرهم المارد اللي قعد يمد يده حق إخوانه اللي داخل، يقول لهم أنا وياك، أنا أقدر، أنا إذا حطيت يدي في يدك أقدر كل هالمطالب أحققها، بس إحنا نبي عقل ووعي وإدراك شنو السيناريو اللي راح يصير. بالضبط. احنا في ظل عشر يعني العشر دقائق الموجود الحين لنا والمسموحه لنا، يعني في ظل مبادره سمو ولي العهد، شنو الفرص المتوفره حاليا اللي ممكن تنقذ الوضع مما هو فيه الحين؟ يعني انا اتمنى اني ما رسمت صوره سوداويه، لكن ابي اقول انا بنختم بالتفاؤل. انا ابي اقول رسمت صوره اقرب الى الواقعيه. صح. يعني المخاطر اللي حطيتها لازم تنحط في الاعتبار وأنا أخذ قراري. لا تأخذني نشوة النصر وزهوة الجماعة والهتافات وأنتشي وأغيب وأفكر أروح بعيد في أحلام. لا، البعد الخليجي يؤخذ في الاعتبار، البعد الدولي يؤخذ في الاعتبار، البعد المحلي الخطر يؤخذ في الاعتبار، عشان أعرف لما أقول حق الناس شنو يعني أحطهم في الصورة، حتى المساعدات اللي تقدم، حتى حق الإسعاف اللي يقدم للبحرين، معمل التكرير اللي ناخذه منه، هذه كلها راح تصير عليه متغيرات، ما راح يبقى على ما هو عليه، لازم كله أحطه في الاعتبار قبل أوعد اللي حوالي وأود أعطيهم المن والسلوى. مبادرة ولي العهد مبادرة تاريخية، قائد وقال أتأهد مثل ما قلنا أمام العالم كله. صحيح. هذه أكبر ضمانة تغني عن أي توقيع بشكل انفرادي. صحيح. اثنين، عندك أغلبية صامتة قالت أنا لي مطالب، وإذا تشوف مطالبها تتفق معاك، إذا قعدتوا بتكون وحدة حقيقية في المطالب، مو وحدة ترفع لك الواحد يرفع لي شعار ومستانس ذي طبل وذي صارخ وذي مو بهذه. نعم. ترى إذا هالمطالب اللي إحنا ذكرناها، هالفقر، هالفئات اللي محتاجة، إذا السني والشيعي حط يدهم في يد بعض، إذا تقدموا بمطالب بعريضة واحدة، ما في نظام يوقف قدامها. النظام قال أنتوا قولوا وإحنا بننفذ. بالضبط. هذه المبادرة. واليد ممدودة دوما. إذا أنت جاد بمساعدة. صحيح. هالأسر. نعم. إذا أنت جاد بمساعدة هالفئات الفقيرة، إذا أنت جاد بإعادة ترتيب الميزانية من أول وجديد، ترى هذه مطالب السنة بعد، مو مطالب الشيعة بس، ترى السنة قاعدين يقولون إحنا بعد نبي، ترى إحنا بعد عندنا نفس اللي عندكم. صحيح. ويبون يحققون نفس الشيء. اقعد حط يدك في يده. أنا ما يهمني يكون في مجلس نيابي، ترى بقول لك كلها أدوات، مجلس نيابي، برا المجلس النيابي، مع السلطة، على طاولة المباحثات، على طاولة الحوارات، أهم شيء المطالب في النهاية تتحقق. في إرادة سياسية حين في توافق في الإرادات السياسية. بالضبط. في قواسم مشتركة عند الجميع، لو قدرنا ننفذها، لو قدرنا نربطها، والله هالمتشددين في كل الأطراف كان نعزناهم، كان ما لهم صوت، كان ما لهم صوت. بس الحين هو ليش قاعد له صوت؟ لأن الثانيين قاعدين ساكتين، تاركين له المساحة. يعني أنا المبادرة السموية العهد اللي بدت فيها فراغ، فيها جاب ما بين او من ما بين اليمعه اللي صارت المبادره اليوم. شنو الحين اليوم؟ احنا اليوم 27 الاحد، الاحد 8 ايام الحين تقريبا. نعم. صحيح. واكثر 10 ايام. صحيح. من 21 ما سمعت الناس شيء. نعم. طلعوا خاطبوهم، طلعوا كلموهم، قولوا لهم وين صرتوا. هالفراغ هذه من يلعب فيه؟ من يدش فيه هالفراغ؟ نعم. يلعب فيه اللي زايد. بالضبط. يلعب فيه اللي صارخ، يلعب في اللي ضحي بأرواح الناس، يقولهم روحوا موتوا الشهداء. نعم. ليش يموتون شهداء؟ حرام عليك عيالنا ذلين. نعم. أنا ودي عيش سعيد. أنا ما ودي موت شهيد. نعم. أنا أبي عيش سعيد ويحصل، بس أنت لا تترك له المسافة بفراغ. اطلع تكلم، قول حق الناس إيش صار، لوين وصلت، إيش بتقدم، إيش قاعد يصير. حتى هاي ما الوحدة الوطنية صار لها مسيرة واحدة وسكت، ضاعت الحسبة. نعم. حتى اللي طلعوا يقولون يعني يا جماعة حاشونا، قولونا ايش بيصير عقب الخطوة الثانية عشان أكون وياك على الخط. بالضبط. أكون لك عون عضيد. يعني أنا بكون عون حق السلطة، بكون عون حق أخوي اللي في الدوار علشان أحقق نفس المطالب. بس تترك لي 10 أيام أتحكم فيها. نعم. نعم. يعني هذه الأمور هي اللي يعني مفروض الحين بسرعة تتخذ آخر مطلع. لا الحين بقول لك شيء، احنا ما نبي نقفز أكثر. لأن الجماعة في الكنت راح يخبروني بأن الوقت راح يتمدد للساعة 12 رغبة يعني من الجمهور والاتصالات العديدة اللي قاعدة تينا، فاحنا راح نمدد للساعة 12. أوف.
12 ما تبون نرقد ما ترقدون لان عندنا اتصالات كثيره قالتينا وحابه ان هي تدخل معنا في مداخلات في هذا اللقاء. فاحنا نعلن لكم مشاهدينا باننا راسا نمدد هذا اللقاء ان شاء الله الى تمام منتصف الليل، ونضطر احنا نلغي نشره الاخبار باللغه الانجليزيه. فالحين ناخذ راحتنا اكثر، عندنا تقريبا ساعه واتوقع ان راح يتخللها العديد من الاتصالات الساده سوسن. طيب احنا كنا نتكلم عن المبادرات بالضبط. انا الحين ابي انا عندي مبادره، بعد كل من عنده مبادره يلا بعد اي عندي كل حتى الحوار صارت كلمه يعني حديث الساعه يعني مبادرتي هي يعني اتمنى من القياده انها تاخذ ملف الضحايا تستلمه من الحين وتعمل عليه باسرع وقت ممكن. ملف الضحايا مو بس السبعه اللي طاحوا ولا المصابين، ملف الضحايا اللي كان موجود عند جمعية حقوق الإنسان. نعم. واللي تكلمنا فيه واللي هي أول حلقة أنا دشيت فيها التلفزيون قبل كم سنة، قبل 5 سنين أو 6 سنين استضافت فيها الأستاذ سلمان كمال الدين. نعم. أول حلقة لي جبته وقلت له قول عن هالملف. هذا الملف تمت المتاجرة فيه وتم استغلاله وفي ضحايا بالفعل، يعني صح صدر عفو عام، أعرف أنه صدر عفو عام والعفو العام يجب ما قبله وفتحنا صفحة جديدة. نعم. أنا ما بآي صوب محاسبة اللي صار أو محاسبة أو الإصرار على المعاقبة اللي ارتكبوا جرائم، خلى هذا الجانب إذا كنا مختلفين عليه، بس في جانب آخر أعتقد الكلنا متفقين عليه. السلطة تقول أنها نفذت وايد من مطالب هاي الجماعات بأنها مثلا اللي عالجته، اللي عطته بيوت، اللي كذا. لا في أكثر. بس احنا ليش نفتح ملفات لأن للحين قدرنا ننساها؟ لا أخوي خلينا أقول، للحين في ضحايا اللي طاحوا السبعة ذلين امتداد لذلاك، أجمعهم في ملف واحد، أفتح صفحة جديدة. والله البحريني طيب، والله البحرينيين طيبين بما فيهم عوائل اللي تألموا وعانوا، لو كلمته والله راح يبدي مصلحة البحرين على أي شيء ثاني وفوق أي اعتبار. بس تأخذ تطيب خواطر، شيله من تحت يد اللي تاجرون فيه، شيله من تحت اللي بتزونه. وين موقع رجال الأمن اللي تعرضوا لي مع بعد للطعن اللي تعرضوا لي؟ ليش أنا قلت هذلين لهم وقت، لهم وقت ما ننساهم. هذلين بعد هل يشملهم ملف الضحايا اللي انت تقولين عنه؟ بعد ايه حرام ترى والله، يعني الناس اللي يعني في ناس احيانا تغفل ان هذه مجرد ينفذ اوامر ومدرب وغرضه يحفظ الامن، ما ايه بغرض القتل. نعم. ايه بغرض حفظ الامن. لو انسان لو صدر امر بقتل يعاقب اللي صدر الامر، لو يتانى وانا بدي نيه القتل يعاقب. هذه الامور يعني تحسب حسابها ميدانيا وتقاس. لكن انا كلهم ضحايا ذلين، كلهم عيالنا، في انسانيه في كقاسم مشترك. يقول لي هذين مرتزقه وما يعرفون يتكلمون العربي. يا اخي مو انسان، مو بشر. نعم. مو امه تبكي عليه، مو عياله يصيحون لنفقدوه. نفس الشيء، لا انا ارضى على ذي ولا ارضى على ذي. يعني انا ما ابي اساوي قاتل ومقتول ويقول لي تساوين بكذا. انا الحين مو بصدد محاسبه او استنتج في التحقيق من اللي اعتدى ومن اللي اعتدى عليه. نعم. انا اتكلم من منطلق انساني بحت. نعم. هالانسانيه لو بس حطيناها قدامنا صدقني كل هالفوارق وكل هالخلافات تذوب. تطيب الخواطر لازم من الجميع. رفع الراس والكرامه للجميع، لقواتنا الامنيه، لرجال الجيش. هذلين ما نزلوا راسهم، هذلين سمعا وطاعه لجلاله الملك. نعم. لازم هذه يؤخذ في الاعتبار. الضحايا اللي طاحوا ما هم بالعاب ولا هم مسامحك طاوه في الشارع راحوا، ارواح بشر، ناس لهم اهالي، لازم بعد يؤخذ في الاعتبار. يعني هذلين اللي قاعدين يحسبون حساب النقاط الثانيه ويغفلون عن هالنقطه. والله كل بيت تالم، والله ناس صاحت ولا شافتهم ولا تعرفهم وسنه. يعني انتوا لا تصورون الامر ان السنة قاعدين يضحكون ولا ضدك ولا ابدا ابدا. ما في سني ما يعني مشاعر فطريه يا اخي انسانيه. هل انا اشوف هالمناظر هذه واقول والله اي زين اعفي عليهم سووا كذي؟ ابدا، ما حد سوى كذي.
لكن في النهاية كلنا ننتظر لجنة التحقيق وشنو